استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من مجلس النواب الامريكي برئاسه النائب الجمهوري اوغست فلوجر رئيس اللجنه الفرعيه لمكافحه الارهاب وعضويه عدد من نواب الكونغرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجيه واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه المستشار الدكتور احمد فهمي ان اللقاء شهد تاكيد قوه ورسوخ الشراكه الاستراتيجيه بين مصر والولايات المتحده مع تاكيد دور الكونغرس في تعزيز هذه العلاقات ودفعها لافاق ارحب لا سيما في ضوء التحديات المتعدده على المستويين الاقليمي والدولي وفي ذات السياق سمن أعضاء الوفد الأمريكي الدور المحوري الذي تقوم به مصر في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين مثنيين على التنسيق المشترك بين مصر والولايات المتحدة في مختلف المجالات والذي ينعكس بصورة إيجابية على مصالح الشعبين الصديقين وعلى المنطقة وقد تناول اللقاء في هذا الصدد التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف حيث تم تأكيد استمرار العمل المشترك في هذا الصدد وقد أكد السيد رئيس رؤية مصر بشأن أهمية السلام والتنمية في تكفيف منابع الإرهاب والتطرف اللقاء تناول بشكل مفصل الأوضاع الإقليمية خاصة في قطاع غزة حيث استعرض السيد الرئيس الجهود المصرية المكثفة للوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدة الإغاثية لإنقاذ أكثر من مليوني فلسطيني من المعاناة الإنسانية الهائلة وقد أكد السيد الرئيس ضرورة طلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في الضغط من اجل الوقف الفوري والمستدام لاطلاق النار ومنع تصعيد العمليات العسكريه في رفح الفلسطينيه، مجددا رفض مصر التام لاي مساعي تهدف لتهجير الفلسطينيين من اراضيهم. كما توافق الجانبان خلال اللقاء على خطوره اتساع دائره الصراع في المنطقه بما يهدد الامن والسلم الاقليميين والدوليين، مؤكدين ان حل الدولتين هو الضامن والسبيل لاستعاده وترسيخ الامن والاستقرار في المنطقه.